معايا على التليفون كريم احمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، وببارك لك طبعا وببارك لكل نجوم الاستوديو التحليلي، جمهور النادي الاهلي. مباراه النهارده بالفعل زي ما اكدنا وقلنا، التركيز الكبير والحماس الشديد اللي احنا شفناه في معسكر فريق النادي الاهلي وقبل كمان انطلاق المباراه كان ليه تاثير كبير، حضور الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والمسانده دائما عكس زي ما شفنا في المباراه. جمهور النادي الاهلي النهارده ليه كل التحيه والتقدير على الالتزام الكبير النهارده في المدرجات، ما كانش خروج عن النص تماما، الشاذة مبيئة التعليمات، وده الحاجه المميزه جدا النهارده. الامن اشاد بحضور الجمهور، اشاد بالتحفيز الكبير لجمهور النادي الاهلي. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها يمكن الفريقين خلاص في غرفه استقالة على الملابس، لكن احنا منتظرين طبعا الكابتن محمد يوسف يكون معانا، الكابتن سامي قمصان، الكابتن مصطفى كمال. لكن زي ما بقول لك النهارده المباراه عدت بنجاح زي ما خطط فيها النادي الاهلي وزي ما خطط فيها مستر باتريس. والمباريات النهارده يمكن بعض الناس كانت بتقول المباراه صعبه، لسه اول مباراه بالنسبه لمستر باتريس، لكن عندنا ثقه كبيره زي ما شفنا في ادائه وتكتيكه واسلوبه مع لعيبه النادي الاهلي، ودي حاجه اكتر من رائعه مع الكابتن مع مستر باتريس كابتن والكابتن محمد يوسف. واكيد في كل اللحظات هيكون معانا الكابتن محمد يوسف او الكابتن مصطفى كمال، هنتكلم معاه كده، وانتم طبعا هتناقشوه عن النهارده المباراه كانت عامله ازاي، الاحداث كان عامل ازاي. لكن اكيد بنبارك يا كابتن ميدو لكل نجوم النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. اكيد يا كريم، وشوف لنا محمد يوسف، كابتن محمد يوسف شوفوا، لان احنا عايزين نبارك له وكباتن عايزين يباركوا له وعايزين نساله في بعض الفنيات. هنستناك يا كريم مع ضيوفك الكرام اي وقت. اهلا وسهلا بيك، يلا بسرعه.